وحول هذا الشأن ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ جلال عبادي. أهلا بك أستاذ جلال. يا هلا مرحبا. أهلا فيك. أهلا بك سيد جلال. عن ضربة بهذا الحجم وبهذا التوقيت من قبل التحالف أو الولايات المتحدة في إدلب، هل يعني ذلك أن تطورا نوعيا يحصل الآن على صعيد المنطقة هناك؟ الحقيقة يعني المنطقة العازلة خلطت الأوراق بين الولايات المتحدة والتحالف وروسيا وتركيا وفصائل المعارضة والجيش الحر وحتى جبهة التحرير الوطني وكل الجبهات. احنا نعرف ان تركيا كان يهمها درجة ويهمها بالدرجة الاولى ابعاد قوات سوريا الديمقراطية عن حدودها وخلق المنطقة العازلة. هناك المنظمات الاخرى يهمها محاربة قوات النظام، هناك الولايات المتحدة يهمها دعم القوات السورية الديمقراطية، هناك روسيا قادرة تريد السيطرة وتريد ان تطرد كافة المناطق حتى الضغط على المراقبات التركية التي تقريبا فيها قريب جدا من قوات النظام وقوات النظام قصفتها اكثر من مره. اذا المنطقه الان هي اوراق مختلطه مع بعض، من يثبت ومن يصبر في النهايه هو اللي يكسب هذه الجوله. النظام تقدم كثيرا على حساب المعارضه في عده مناطق في من الجنوب ادلب حتى شمال غرب حماه والمناطق المحيطه فيها، وسيطر على الكثير من القرى في المناطق هاي، والمعارضه تراجعت لعده اسباب. اول شيء هي تكتيكيه وعدم وصول السلاح الذي كانت تحصل عليه من قوات التحالف او من تركيا بالتحديد على اساس انها تصد هذه الهجمات حتى انها تثبت في مواقعها، وتم طردها الى منطقه معينه او تراجعها الى منطقه معينه تقول هي انها بهدف المحافظة على المدنيين وعلى الناس العزل وعلى الحاضنة الاجتماعية. هناك النظام يهدف إلى قصف المنطقة وكذلك الطيران الروسي مدنيين ومعارضة حتى أنه يضعف الحاضنة ويطلب من الحاضنة أو المدنيين أنه إبعاد المعارضين وابعاد الثوار عن المنطقه فصائل المعارضه. طيب سيد جلال، يعني لو نبقى في الضربه الاخيره للمجموعات الارهابيه في ادلب اليوم الروسي لم تسفر عن نتائج. نعم، يعني الانباء الاوليه تفيد بان متزعم هيئه تحرير الشام الارهابيه المدعو ابو محمد الجولاني كان في هذا الاجتماع، يعني هل يمكن القول ان ابو محمد الجولاني خلال الفتره الماضيه كان بعيدا عن الاستهداف ام انه كان بقرار خارج دائره الاستهداف؟ احنا نعرف ان كل الفصائل المعارضه لها داعمين ولها ريموت كنترول يحركها من هذا البلد ومن هذا البلد، هو كان اجتماع يقال انه فيها قيادات من الجولاني، هو الجولاني نفسه لم يكن معهم، هو لا هو ولا مساعديه، هناك بعض الفصائل تريد ان تقوم بعمل تنسيقي، واصلا هو من الخطا انها تقوم في اجتماعات علنيه، لا سيما انها هي مخترقه الجانبين سواء الجانب النظام او جانب الفصائل، الكل مخترق استخباريا سواء من قبل الطرف الاخر او من قبل استخبارات عالميه اخرى تسيرها وثمن. هناك وقعنا في اجتماع تنسيقي بين فصائل المعارضه تم مهاجمته نظرا لان كل معظم الفصائل هي مخترقه، صحيح انها جبهه النصره. جبهه النصره في المحادثات الروسيه التركيه اعطوها عده حلول تناقشوا عليها، منها انها تدوب ضمن جبهه التحرير الوطني وضمن الفصائل المعارضه الاخرى، وهناك محادثات انا اتوقع انها ستنجح في النهايه في انه التقليل من المتشددين والذين يعطون مبررات امميه ومبررات لروسيا في قصفها كالجناح المتشدد في جبهه النصره او هي تحرير الشام. طيب عقب هذه الضربه للتحالف او الامريكي لو سمحت سيد جلال، يعني هل تتوقع ان عقب هذه الضربه ان تقود الاوضاع في ادلب الى تدخل اوسع امريكي او للتحالف في الوضع هناك؟ هم يريدوا ان يبقى الوضع الان كما هو. تركيا تريد ان حاليا ان تمتص الوضع وتمتص الصدمه، بل انشات مراقبات اخرى، اربع مراقبات اخرى او مناطق تجمع لها مناطق اخرى فوق ال 12 مراقبه الموجوده، فاصبح الان لديها 16 مراقبه. هناك اتفاق يعني شبه تام انه هذه المنطقه ستخضع الى مراقبه تركيه روسيه،
هو الآلية الآن يقولوا لا إنه الآلية تركية ويكون فيها جنود أتراك وجنود روسي بيسيطروا على المنطقة أو يتجولوا في هذه المنطقة. الولايات المتحدة غير راضية عن التواجد الروسي ولن تسمح، بقول كمان ولن تسمح لا لتركيا ولا روسيا بتحقيق نصر عسكري سواء ضد المعارضة أو ضد أي القوات المتطرفة هناك. هناك حد معين يسمح إلى وصوله، لا يسمح لتحقيق أي انتصار عسكري سواء ضد قوات الأكراد سوريا الديمقراطية ولا حتى ضد داعش ولا ضد الفصائل السورية المعارضة. إذن هناك يجب أن تبقى الوضع مائل إلى هذه الدرجة، مرة إلى هذا الطرف ومرة إلى هذا الطرف حتى نهاية وضحت هذا الفكرة. سيد جلال أشكرك جزيل الشكر، الخبير والمحلل السياسي الاستراتيجي جلال عبادي كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك.